السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والتوبة. في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة شهر رمضان يقول فيها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. ونحن نبدأ معكم دورة جديدة من مطارحات، لا يسعني هنا إلا أن أحيي زميلي السابق الدكتور سالم جاري الذي كان يقدم هذا البرنامج على مدى سنوات، وأيضا أحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أبارك له الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا به في هذه الدورة من مطارحات في العقيدة. سماحة السيد، كلمة ترحيب بسيطة لكي أبدأ بتنويهاتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، هذه من الأدعية التي نحاول إن شاء الله تعالى أن نوفق أن نكون من مصادق هذه الآيات المباركة في هذا الشهر المبارك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في المقدمة أيضا في الواقع أقدم تبريكاتي الحارة إلى بمناسبة حلول شهر الله، شهر رمضان المبارك، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأداء حقوقه، وأن يجعلنا من الفائزين بكرامته، إنه ولي التوفيق. كذلك أيضا لا أنسى أن أقدم سلامي الحار إلى جميع المشاهدين من الإخوة والأخوات والذي انقطعت عنهم لهذه المدة الماضية، وأعتذر أشد الاعتذار لطول تلك المدة. وكذلك واقعا هنا أشعر بضرورة أن أقدم سلامي وشكري إلى أخي الدكتور سالم جاري الذي افتقدناه في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا ينسانا من الدعاء أينما كان، وأن يكون موفقا في أي دائرة يعمل فيها. أعزائي المشاهدين، فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة من مطارحات، بالطبع سيكون هذا الموضوع مقدمة لموضوع مهم سيأتي الحديث عنه في حلقات قادمة. موضوع هذه الحلقة هو محورية القرآن الكريم في المعرفة الدينية. لابد لي قبل ذلك أن أنوه فيما يتعلق بالاتصالات التي سنأخذ لربما حزمة كبيرة منها في هذه الليلة، على أساس أن سماحة السيد سوف يخصص 25 دقيقة فقط من الوقت للحديث، ونترك الباقي يعني من الساعة هي اللي 55 دقيقة، والساعة 25 دقيقة منها نضعها لمداخلات الأعزاء من وقت البرنامج. لكن قبل ذلك لابد أن أنوه إلى بعض الأمور، وسأكون جازما فيها إن شاء الله. أولا، أن يكون السؤال ضمن سياق الحلقة، وهذا ما أؤكد عليه لكي نصل إلى النتيجة المعرفية التي نبتغيها من هذا الحوار. ثانيا، أن تراعى
في الأسئلة أو المداخلات أسس الحوار العلمي والحوار الهادف الذي نتحرى به الحقيقة، والذي يبعدنا عن الجدال والسجال واللغو الذي لا بد أن نبتعد عنه في جميع شهور السنة، وخاصة في مثل هذا الشهر الفضيل. تأكدوا أعزائي المشاهدين أن الهدف من هذا البرنامج هو المعرفة، والمعرفة وإبصار الحقيقة. قال الله تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. سمحت السيد، أبدأ معك الحديث حول أسس محورية القرآن الكريم في المعرفة الدينية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى، في الواقع كما هو واضح أنه ليس محور أبحاثنا في هذه الليالي المباركة هو موضوع هذه الحلقة، وإنما باعتبار أننا نعيش في شهر رمضان، شهر ربيع القرآن، نحاول بقدر الإمكان، وهذا ما نحاوله إن شاء الله تعالى في حلقات هذه الليالي بإذن الله، نحاول أن نصبغ الأبحاث بصبغة قرآنية، وبتعبير القرآن الكريم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذا أردنا أن نتكلم في مضمون الآية المباركة، الصبغة القرآنية، وما يوجد وما توجد الصبغة أحسن من الصبغة القرآنية. في الواقع لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم في هذا المجال، وأحاول أن أقف عند بعض الأسس والأصول التي لا بد من مراعاتها لفهم القرآن الكريم، ولجعل القرآن هو المحور، وبيان السبب وبيان الدليل العلمي والقرآني لمرجعية القرآن في جميع المعارف الدينية. الأصل الأول الذي أشير، طبعا لا بد أن يكون على ذكر من الأعزة والمشاهدين، أن هذه أبحاث أشير إليها إجمالا، وإلا التفصيل لعله موكول إلى محل آخر. الأصل الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه في مثل هذه الأبحاث هو أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تبعا للرسول الأعظم وتبعا للقرآن الكريم، قالوا لنا أن كل ما نحتاج إليه من المعارف الأساسية الدينية لهداية الإنسان ولإيصاله إلى كماله المطلوب، إنما هو موجود أين؟ في القرآن الكريم. يعني أنه لا يوجد شيء يقربنا إلى الله وإلى كمال الإنسان الحقيقي إلا وهو موجود في هذا الكتاب، ولا يوجد شيء يبعدنا إلا وقد نهينا عنه في هذا الكتاب، ولو على الإجمال، ولو على بصورة القواعد الكلية. وهذا ما أحاول أن أقف عليه في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة هذه عبارته كما هي في النسخة الموجودة بيدي، وهي نسخة شرح محمد عبدة نهج البلاغة التي هي 1-4، شرح الشيخ محمد عبدة، طبعة جديدة خرجه وخرج مصادره إلى فلان الناشر، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، لبنان. في صفحة 53 من هذه النسخة الموجودة بيدي، وهي فيما ورد من كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا. العجيب أن الإمام أمير المؤمنين يبين بشكل واضح أنه ما من اختلاف يقع في أي مفردة دينية أعم من أن تكون عقدية أو فقهية أو أخلاقية إلا ومرجعها إلى عدم الرجوع إلى القرآن الكريم. يعني أن الإمام يعطينا ضابطة، يقول لو وقع الاختلاف بينكم اعلموا أنكم ابتعدتم ماذا؟ ابتعدتم عن القرآن، وإلا ما كلما اقتربتم من القرآن
وإلى محورية القرآن ومصدرية القرآن اطمئنوا أنه تقل الاختلافات فيما بينكم. انظروا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يبدأ، يقول: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا. يقول أنت على الحق وأنت على الحق، مع أنه كلاهما ماذا اختلف، أحسنتم، وإلههم، فيصوب آراءهم جميعا. والإمام يقول: وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوا؟ هذا الاختلاف ما هو منشأه حتى أنهم اختلفوا فيما بينهم؟ الله أمرهم بهذا؟ الجواب من الواضح أن الله أمرهم بالاختلاف، أم أمرهم بالاتحاد والوحدة؟ أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ هل أن كتابه ناقص، دينه ناقص، حتى يحتاج إتمامه من القضاة أو العلماء؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله؟ إذن إذا لم يكن هذا كله، إذن ما هو سيدي يا أمير المؤمنين؟ قال: أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه؟ كله ليست كلها صحيحة. إذن ما هو؟ قال: والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا، إذن أيها الناس، أيها المسلمون، أيها العقلاء، أيها الحكماء، يا أهل العلم، يا علماء، إذا وجدتم الاختلاف فاعلموا أنه من الله أو من عند غير الله. بالتأكيد من عند غير الله. وماذا بعد الحق إلا الضلال. أعزائي، إذا وجدتم الاختلاف اعلموا ليس هو، وإلا الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به، سلام الله عليك يا إمام التوحيد. الآن عندي نكتة إذا تسمح لي أستاذ الرضاعي أريد أن أشير إليها. نعم تفضل. وهي أنه أنا بيني وبين الله أضع هذه الحقيقة أمام المشاهد الكريم وبين أيدي أهل العلم والإنصاف والتحقيق. الإمام الذي نعتقده، الذي هو إمام الأئمة عندنا بعد رسول الله صلى الله عليه وهو الإمام أمير المؤمنين، عندما يقول عن القرآن هذا الكلام بينكم وبين الله، أيعقل أن شيعته يذهبون إلى تحريف القرآن الكريم وأن هذا القرآن كتاب ناقص؟ هل يمكن أن تنسجم هذه الدعوة، هذه التهمة التي توجه إلى علماء مدرسة أهل البيت وإلى مدرسة أهل البيت، وبين ما يقوله الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة؟ ولديك دليل على أن شيعة أهل البيت واقعا لا يقولون، وهذا الدليل لا أريد أن أقدمه أيضا من كلمات علماء الشيعة ومدرسة أهل البيت، وإنما طبعا في هذه الليلة يعذرني المشاهد الكريم، بحثي ليس في موضوع محدد حتى يقول أن السيد في هذه الليلة تكلم في موضوعات متعددة. نعم، أنا قاصد في هذه الليلة أو لعله الليلة القادمة أن نتكلم في موضوعات متعددة. انظروا أعزائي إلى ما ورد في كتاب، وإن سوف كان أطيل على المشاهد الكريم، انظروا إلى كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، الإمام محمد الغزالي وهو أحد أئمة مدرسة الأزهر الشريف،
ولا يخفى على المشاهد الكريم حتى الأعزاء يشاهدون المصدر أيضا كاملا، يقول بأنه هذه العنوان كذا والمؤلف كذا والإشراف كذا وتاريخ النشر الطبعة السابعة في إبريل 2005 من الهجرة وإلى آخره. أعزائي، في هذا الكتاب الإمام محمد الغزالي هذه عباراته، وبودي أن المشاهد الكريم يقف عند هذه العبارات جيدا حتى بعد ذلك لا نبتلي يوميا أن يتصل البعض أنتم ماذا تقولون في أن القرآن محرف أو ليس بمحرف. يقول إنني في صفحة 219 من الكتاب، أعزاء 219 من الكتاب، يقول إنني آسف لأن بعض من يرسلون الكلام على عواهنه، بل بعض من يسوقون التهم جزافا غير مبالين بعواقبها، دخلوا على ميدان الفكر الإسلامي بهذه الأخلاق المعلولة فأساءوا إلى الإسلام وأمته شر إساءة. سمعت واحدا من هؤلاء، وكم هم كثيرون في هذا الزمان على القنوات، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت ماذا أقول وكلامي موجه لمن. يقول سمعت واحدا من هؤلاء يقول في مجلس علم، يعني ليس من عموم الناس وإنما من أهل العلم، إن للشيعة قرآنا آخر يزيد أو ينقص عن قرآننا المعروف. يقول هذا سمعته في مجلس من مجالس العلم، ورده. فقلت له، أحسن، فقلت له أين هذا القرآن؟ إن العالم الإسلامي الذي امتدت رقعته في ثلاثة قارات، في ثلاث قارات، ظل من بعثة محمد صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا بعد أن سلخ من عمر الزمن 14 قرنا، لا يعرف إلا مصحفا واحدا مضبوطة البداية والنهاية، معدود السور والآيات والألفاظ، فأين هذا القرآن الآخر؟ ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا يساق هذا الافتراء؟ أحد أعلام الأزهر يقول أن هذا ماذا؟ شيخ محمد افتراء، بل أحد كبار علماء الأزهر يقول ولحساب من تفتعل هذه الشائعات وتلقى بين الأغرار ليسوء ظنهم بإخوانهم وقد يسوء ظنهم بكتابهم. إن المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة في النجف أو في طهران ويتداولون نسخه بين أيديهم وفي بيوتهم دون أن يخطر ببالهم شيء إلا توقير الكتاب ومنزل الكتاب جل شأنه ومبلغ الكتاب. فلما الكذب على الناس وعلى الوحي؟ ومن هؤلاء الأفاكين من روج أن الشيعة أتباع علي وأن السنيين أتباع محمد وأن الشيعة يرون عليا أحق بالرسالة أو أنها أخطأته إلى غيره؟ وهذا لغو قبيح وتزوير شائن، ولكن تصديق هذا اللغو كان الباعث على تلك المجزرة المخزية التي وقعت بين أبناء الإسلام من سنة وشيعة، فجعلتهم وهم الإخوة في الدين يأكل بعضهم بعضا على هذا النحو المهين. وأنا أتصور أن كل دعوة لإثارة مثل هذه المقولات تصب ماذا؟ في إثارة الفتنة بين المسلمين. إن الشيعة يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وآله ويرون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول، وهم كسائر المسلمين لا يرون بشرا في الأولين والآخرين أعظم من الصادق الأمين ولا أحق منه بالاتباع، فكيف ينسب لهم هذا الهدر؟ الواقع أن الذين، هذه خلاصة ما يقوله هذا الإمام من أئمة الأزهر، الواقع أن الذين يرغبون في تقسيم الأمة طوائف متعادية لما لم يجدوا لهذا التقسيم سببا معقولا لجأوا إلى افتعال أسباب الفرقة، فهذه كلها أيادي لهدم
واقعا هذا وحدة الأمة. أسأل الآن حتى لو ما أريد أن أعبر عن وحدة الأمة، لا أقل أعبر عن هذا التعايش السلمي الذي يعوشه المسلمون في كل مكان. بالطبع، يعني هذا هو خط الأزهر الشريف، وهذا هو خط علماء الإخوة أهل السنة. أما الذين ينتقدهم المرحوم الشيخ محمد الغزالي فهم الأقلية التي لا تؤمن لا بمتبنيات الأزهر. هذا الذي سيتضح لاحقا أنه هو النهج الأموي. النهج الأموي. أحسن. لكن فيما يتعلق باختلاف الفقهاء أو اختلاف العلماء في استنطاق القرآن الكريم. جيد. هل نفهم من هذا أن لا بد من وجود مرجعية للعلماء قبل العامة؟ هذه المرجعية كانت في زمن الرسالة تتجسد بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في نفس الوقت بأهل البيت بنص القرآن الذين يعبر عنهم الذين يعلمونه منهم أو الذين يفهمونه منهم أو الذين يدركون الكريم في حديث الثقلين يدركون كنه معارفهم. هل هذا دليل على ضرورة وجود الإمام في الأمة بعد النبي؟ شوفوا الآن واقعا هذه المقولة إن شاء الله تعالى إذا تسمح لي أستاذ رضائي في الأبحاث اللاحقة واقعا سأقف عند هذه المقولة، لعله واحدة من أبحاثي في هذا الشهر المبارك هو أن نقف أنه هل يوجد هناك إمام أرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحلته لبيان الدين ولتفسير الدين ولفهم الدين، أو أن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمة سدى؟ هذا إن شاء الله بعد ذلك سنقف، ولكن ما أريد التأكيد عليه في هذه الليلة أشير إلى بعض الأصول الأخرى إذا تسمح لي أستاذ رضاي. الأصل الثاني أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين بشكل واضح بأنه أساسا لا بد من الرجوع إلى معارف القرآن، باعتبار أن كل المعارف أين موجودة؟ في القرآن. إذا لا بد من التدبر أين؟ في معارف القرآن. وهذا ما أشار إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه النسخة من نهج البلاغة في صفحة 187، قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 110 ومن خطبة له في أركان الإسلام، قال: وتعلموا القرآن. مراد من تعلم القرآن يعني التفقه في القرآن، يعني التدبر في القرآن، يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه، لا فقط أن تقرؤوه وأن تحفظوه حفظ القلوب، لا 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 أبدا، التفقه فهم القرآن الكريم، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. إذن الإمام أمير المؤمنين بشكل واضح وصريح يقول طريق النجاة من الضلال إنما يمر ما أين؟ يمر في القرآن الكريم. هذا هو الأصل الثاني دكتور. فيما يتعلق بالأصل الثاني، يعني هل القرآن الكريم كتاب هداية أم كتاب يشتمل على جميع المعارف الأخرى؟ الجواب أن القرآن الكريم كل ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى الهداية الإلهية، للوصول إلى كماله، لأنه نحن نعلم أن الإنسان لم يخلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا القرآن كتاب هداية للإنسان ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى كماله اللائق به. هسه قد يقول قائل أن القرآن الكريم توجد فيه بعض العلوم من الطبيعيات، من الفيزياء، من الكيمياء، من الطب، من الصحة ونحو ذلك. الجواب نقول هذه كلها في ظلال الغرض الأصلي وهو هداية الإنسان إلى كماله اللائق به. أما الأصل الثالث، بودي أن أقف عند الأصل الثالث. متى يكون القرآن هاديا للإنسان؟ الإمام سلام الله عليه بشكل واضح وصريح يقول: إذا جعلنا القرآن هو الحكم والحاكم حقيقة في حياتنا، لا أن نجعل القرآن
وأن نستفيد من القرآن وأن نرفع القرآن على الرماح لأجل الغيلة والغدر. لا لا، إذا جعلنا القرآن حقيقة هو الحكم فينا والحاكم فينا. انظروا ماذا يقول حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، في صفحة 143 الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح وصريح يقول: فانظر في الخطبة رقم 91، ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، قال: فانظر أيها السائل، فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته. ما أدل القرآن، ما دل القرآن عليه. نعم نعم، ما دل القرآن عليه، لا ما دل الهوى أو رأي فلان وفلان. وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه. يا أيها إذن الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا. شوفوا الآن، انظروا إلى هذه القضية أخر الطائي. الإمام أمير المؤمنين أرجعنا إلى أين؟ أرجعنا أولا مما ليس في الكتاب فرضه. إذن المرجع الأول هو ماذا؟ الكتاب. الكتاب. المرجع الثاني هو ماذا؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وآله. قال: ولا في سنة النبي. المرجع الثالث أئمة الهدى. من هنا هذا الذي تسألتم عنه. إذن لابد أن نعرف من هم أئمة الهدى بعد رسول الله، وهم الذين يحددون كيفية الرجوع، فهم القرآن أحسن، يعني وهم الذين لهم المرجعية في تفسير الدين وفي تفسير النص الديني وفي فهم الحقائق الدينية. وهذه هي القضية المركزية أعزائي. هذه النقطة الآن ما أريد أن أفيض الكلام فيها في هذه الليلة، إن شاء الله نحن معكم في شهر كامل بإذن الله نحاول أن نقف عليها. أعزائي، قبل أن نصل إلى مسألة الإمامة السياسية وإلى مسألة الخلافة السياسية وإلى مسألة تطبيق الدين في حياة الناس، لابد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه في حياة رسول الله، الرسول الأعظم كان هو المرجع والمحور والمفسر للقرآن وللنص الديني لتبين للناس ما نزل إليهم. السؤال بعد رسول الله: من هو المفسر للقرآن؟ ومن هو المفسر للمعارف الدينية؟ ومن هو المرجع والمصدر لفهم أحسنتم لفهم النص الديني؟ قبل أن نصل إلى مسألة الخلافة السياسية، هنا بشكل واضح وصريح الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره. إذن يجعل بعد السنة من؟ أئمة الهدى. من هنا لابد أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لنرى أنه عين لنا من هم أئمة الهدى. أعزائي، باعتبار بعد ذلك سنقف عند هذه النقطة، لأن القرآن الكريم يشير إلى نوعين من الإمامة، يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكذلك يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الإمام هنا يقول أن المرجعية لمن؟ لأئمة الهدى. إذن لابد أن نسأل القرآن، نسأل النبي الأكرم، نسأل السنة النبوية: يا رسول الله، من هم أئمة الهدى من بعدك؟ لنرجع إليهم في فهم الكتاب، لنرجع إليهم في فهم السنة. لربما هذا يعني ينقلنا إلى الأساس أو الأصل الرابع، وهو أن القرآن حتى إذا استنطق من غير المختصين لن ينطق. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه لتبين للناس. القرآن يحتاج إلى مفسر، إلى مبين، إلى مرجع لبيان النص الديني. وفي حياة الرسول كان هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من بعده من؟ والمفسر يجب أن تكون له خصوصيات. أقول هذا الأبحاث التي ستأتي لاحقا.
نعم. الأبحاث التي سنقف عليها لاحقا، وهي أنه من هم، ما هي خصائصهم بغض النظر عن أسمائهم، ما هي الخصائص التي لا بد أن يتميزوا ويختصوا بها. طبعا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أنه أساسا حديث الثقلين ماذا يقول، الأحاديث الأخرى ماذا تقول، أن رسول الله ماذا يقول، أساسا الرسول صلى الله عليه وآله هل عين إمامة الهدى أو لم يعين، هل عين إمامة الضلالة الذين يدعون إلى النار أم لم يعين، وهذا ما سيأتي. طيب سمحت السيد، قبل أن نأخذ الاتصالات الهاتفية، وأنا في هذه الليلة في هذه الليلة طبعا أعزائي المشاهدين، يمكن بعد هذه الفقرة أو هذا السؤال الذي أوجهه لسماحة السيد الحيدري أن تبدأوا باتصالاتكم الهاتفية. أرجو من الإخوة إظهار أرقام الهواتف على الشاشة لكي يتسنى للإخوة والأخوات الاتصال بنا وتوجيه أسئلتهم. طيب سماحة السيد، أهم آثار حمل القرآن الكريم والتفقه في معارفه. جيد، هذه القضية في الواقع بأنه من الواضح بأنه في دقائق لا يمكن أن ننهيها، ولكن أنا فقط أعنون البحث. نعم أحسنتم، وبعد ذلك إن شاء الله سندخل في تفاصيل هذه المسألة. من أهم الآثار التي ذكره الإمام أمير المؤمنين وذكرته النصوص الصحيحة الواردة في هذا المجال، ما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. عجيب يا أخي، ما هي الأوصاف، كونوا على ثقة، لا يمكن أن تصدر إلا من لسان الوحي، وهو ربيب الوحي، وهو تلميذ الوحي، وهو تلميذ النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. وفي هذه النقطة يعني هناك إشارة لطيفة أن بعض الذين ربما يظهرون بثوب النصح هم يغشون. جيد جدا، جيد جدا. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أعزائي تدبروا في هذه الكلمات في هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن، شهر رمضان المبارك، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة. إذا الإنسان إذا كان عنده القرآن بعد توجد عنده فاقة وفقر في أي بعد من أبعاده العقدية والأخلاقية والفقهية والروحانية والسلوكية، ولا توجد والمادية أي شيء. أحسنتم، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. من وجد ما فقد، من ما فقد، من فقدك، ومن فقد، وماذا فقد من وجدك. وجدك. أحسنتم، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله، بمثل القرآن الكريم. ثم قال هذا الذي تفضلتم: واعلموا أنه شافع مشفع. وهذا الذي إن شاء الله أرجو أن أوفق يعني للإشارة إليه إن شاء الله في الليلة يعني القادمة. هل يمكن أن يكون القرآن الكريم وسيلة إلى الله؟ بل هو أهم الوسائل، وابتغوا إليه الوسيلة. إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم في غد بإذن الله تعالى قبل الدخول في أبحاثنا الأساسية، سأقف أنه يعد القرآن أهم وسائل المعرفة، أهم وسائل القرب، أهم وسائل الكمال للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، إذن وصلنا إلى الدقائق أو الوقت المخصص لاتصالاتكم. أعزائي المشاهدين، نحن بانتظار هذه الاتصالات، لكن قبل ذلك اسمحوا لنا أن نتوقف بفاصل قصير، نستكمل بعده هذا الحديث مع سماحة السيد الحيدري. فاصل ونعود.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرصي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرصي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا، بنونا ولا مال هنالك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مطارحات، وسنبدأ استلام الاتصالات الهاتفية. معنا الأخ أبو أحمد من العراق، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أخ علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى ضيفك الكريم آية الله كمال الحيدري. أهلا ومرحبا. أهلا بك. وفقكم الله سيدنا، استوحشناك، الله يشهد خلال هاي الفترة، الله يحفظك إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. شكرا. زدنا زدنا، الله يبارك بك مولانا، وفقك الله، نسألك الدعاء بحق محمد وآل محمد. شكرا سيدنا. طيب. الله يوفقك سيدنا، زدنا، الله يبارك بك. شكرا الله. أبو أحمد من العراق، يعني إذا لم يكن هناك سؤال اسمح لي أخذ عبد الفتاح من العراق أيضا. تفضل عبد الفتاح. عبد الفتاح من العراق تفضل. ألو. تفضل. علي، علي من العراق. علي تفضل. علي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز. سيدنا بس حبيت أسلم عليك وعلى كادر القناة. مرحبا بكم. ونقول لك بارك الله بك، ونتمنى نشوفك بالروضة الحسينية ونسمع محاضراتك، وهذا الشهر ضل علينا كل شيء سيدنا. شكرا مولانا. شكرا علي على هذا الاتصال من العراق. إبراهيم التميمي من المملكة العربية السعودية، تفضل إبراهيم. كيف الحال يا مولانا؟ مرحبا بكم أخي العزيز. كل عام وأنت طيب. مرحبا بكم، الله يتقبل أعمالكم. طلبي الأول، أريد أنه أثناء الشرح يكون بلطف حتى نتفاهم معك. جيد. طلبي الثاني، قال أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكما تقول الآن أن القرآن هو الهداية، ومن يريد أن يهتدي لأي شيء هو القرآن، صحيح؟ نعم. إذا أردت أن أتشيع وبحثت في القرآن عن أؤمن بالمهدي المنتظر عجل الله فرجه، هل أجد هذا الشيء في القرآن؟ جيد جدا، سؤال وجيه، جزاك الله خيرا. طيب إبراهيم، هل هناك سؤال آخر؟ شكرا لك على الاتصال. محمد علي من السويد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلتم سيدنا بأن القرآن الكريم هو المرجعية الصحيحة للمعرفة عند المسلمين. نعم. السؤال هو، لماذا يختلف العلماء إذن حتى في كل مذهب نجد هناك أكثر من رأي، ونجد هناك أكثر من استنباط للقضايا الإسلامية؟ تتفضلون بأن العالم بالقرآن الكريم هو الإمام المعصوم،
وهو غائب في هذا لم الزمان. أقل لم أقل لم أقل. هل كتب على لا حتى يت... لا آه لحظة وعلى لحظة محمد علي لحظة أخي محمد أنا لم أقل أن الإمام المعصوم هو العالم، هذا البحث بعدي لم أطرحه، فلهذا لا تحمل كلامي ما لم أقله. أنا قلت بأنه لا بد أن يوجد أئمة الهدى بعد رسول الله، ولا بد أما أن تكون أنهم مرجعية. معصومون من هم كذا، هذه أبحاث لتستبقها قبل أن تأتي، وإلا قد يقول قائل ما الدليل على وجود الإمام المعصوم بعد رسول الله؟ أبدا أبدا لا، هذه المقولة أنا لم أقولها. تفضل محمد. نعم نعم، لنقل هذا الشيء بأنه لم نصل بعد إلى مرحلة الإمامة. القرآن الكريم هو المرجعية الصحيحة للمعرفة، المرجعية الكاملة. ما هو حال علماء المسلمين في هذا الزمان؟ جيد جيد، سؤال جيد واضح. هذا هو السؤال. شكرا لكم. شكرا شكرا محمد علي. أبو زهراء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. أبو زهراء من السعودية. السيد الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يساعدنا ويعيننا على صيامه وقيامه بدعوات السيد المباركة. سيدنا ما أدري تسمحون بسؤال خارج سياق مواضيع هذه الليلة كون المواضيع متعددة؟ لا أبدا 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 أبو زهراء، لو كان عندك سؤال ضمن سياق الحلقة تفضل، خارج السياق أعتذر. شكرا على اتصالك. أبو حمزة من العراق تفضل. أبو حمزة من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. علاء من العراق تفضل. قبل شوية اتصلت وانقطع الخط، الله يخليك. كيف تخليك؟ أهلا وسهلا علاء تفضل. ألو. تفضل. ألو. الصوت مسموع، تفضل علاء. يظهر أن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. يبدو أنني دخلت مباشرة وحتى لم أمر بالتلفون. السلام عليكم وعلى فضيلة السيد كمال الحيدري. عليكم السلام. نهني لكم حلول شهر رمضان الكريم، أعان الله على صيامه وقيامه. أرجو من سماحة السيد أن يفسر لنا قولي الله عز وجل، قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خارج سياق الموضوع، أعتذر على. شكرا لك. أرجو من الأخوة لو يعني اسمحوا لي نجيب على هذه الأسئلة، ومن ثم نأخذ اتصالات أخرى. سمحت السيد، ما فيما يتعلق بالمهدي. أحسنتم. سؤال جيد جدا، بأنه يقول عندما تكون المرجعية الأساسية في القرآن، المرجعية الأساسية في المعارف هي القرآن، فهل نجد المهدي في القرآن؟ إذا الأخ العزيز الأخ الطيب الذي اتصل من السعودية وقال هل نجد المهدي، يا أخي العزيز إذا تنتظرني إن شاء الله كم ليلة سأثبت لك أن القرآن الكريم أشار بالضرورة أنه لا بد من وجود إمامة إبراهيمية في القرآن، وأنها مستمرة إلى قيام الساعة. أما من هو هذا؟ فهذا ما بينته السنة، أنه من هو هذا. يعني أصل الإمامة أثبتتها ماذا؟ أثبتتها الآيات القرآنية. أما بيان مصاديق الإمامة فهذا ما يحتاج بيانه ممن؟ من الرسول الأعظم. وإلا لو كان كل شيء في القرآن الكريم لما احتجنا أن القرآن يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لما احتجنا إلى الرسول أصلا، لما احتجنا إلى السنة أصلا. هذه المقولة التي تتوقع أن توجد الأسماء والتفاصيل والعبادات بتفاصيلها والعقائد بكل فروعها في القرآن، هذا معنى عبارة أخرى حسبنا كتاب الله، مع أنه صريح القرآن الكريم يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما بين هذه الحقيقة أيد ثبت هذا، قال وما ليس في الكتاب عليك فرضه، هذا المرجع الأول، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله، هذا المرجع الثاني، وأئمة الهدى، هذا المرجع الثالث، أثره.
إذن الإمام أمير المؤمنين لم يقل حسبنا كتاب الله، قال الكتاب والسنة وماذا؟ وبيانات أئمة الهدى، آثار أئمة الهدى. من هنا لابد أن نرجع إلى رسول الله، نقول له يا رسول الله من هم أئمة الهدى من بعدك؟ هل بين رسول الله من هم أئمة الهدى؟ وإذا ثبت أنه بينهم ماذا يكون موقفنا إزاء جيد واقعا هذا السؤال يطرح. أن الرسول يأتي ويقول أن الأئمة من بعدي 12، الخلفاء من بعدي 12، ومع ذلك لا يبين أسماءهم، أيعقل هذا؟ هذا بحثه إن شاء الله تعالى في أبحاث هذه الليلة سيتم إن شاء الله. طيب أما السؤال الثاني. السؤال الثاني اختلاف العلماء. لم أحسنتم، منشأ اختلاف العلماء أعزائي مع أن الجميع مرجعيتهم أو لا أقل الجميع يدعي وصلا بليلى، الجميع يقول أن المرجعية عندي ماذا؟ هي القرآن الكريم. إذا لماذا وقع الاختلاف بين الاتجاهات الكلامية والمدارس الفقهية والمذاهب داخل المذهب الواحد؟ حتى الجواب باعتبار أعزائي يعود إلى سببين أصليين أعزائي بنحو الإجمال أقوله. السبب الأول أن هؤلاء اختلفوا في المرجعية بعد رسول الله. هؤلاء لو كانوا متفقين على المرجعية بعد رسول الله لما وقع هذا الاختلاف الشاسع بين العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم جعل سنة الصحابي حجة، بعضهم قال بعدالة الصحابة جميعا، بعضهم قال ولكن النبي لابد أن نرجع إلى الرسول العظيم لنرى من المرجعية لفهم الدين بعد رسول الله. إذن السبب الأول للاختلاف هو الاختلاف في المرجعية بعد رسول الله. السبب الثاني للاختلاف أعزائي في داخل المذهب الواحد والمدرسة الواحدة هو اختلاف المناهج لفهم القرآن الكريم، يعني أحد أدوات عملية فهم النص الديني اللي بعضهم يكون أدواته عقلية، بعضهم يقول نقلية، بعضهم يقول كشفية عرفانية. هذه اختلاف الأدوات والوسائل لفهم حقيقة النص الديني هي التي أدت إلى مثل هذه الاختلافات. وهذا أيضا وبالطبع داخل المذهب الواحد تكون الاختلافات في إطار أقل. واحد لا لا لا، الأصول ثابتة ولكن توجد هناك مجموعة من المتغيرات. الاختلاف في داخل المنظومة الواحدة أو النظرية الواحدة أو المدرسة الواحدة أو المذهب الواحد أو الاتجاه الكلامي والعقدي الواحد تجده اختلاف في الفروع والتفصيلات لا في الأصول والأطر الكلية لذلك المذهب والاتجاه. طيب نأخذ اتصالا من المملكة العربية السعودية كما سمعت. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بارك لكم الشهر الفضيل، الله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا لله. سيدنا الكريم، الحمد لله أن احنا أن علماء الشيعة استحقوا هذا اللقب بحق. يعني لو كنا كما يدعون القلة من المسلمين وهم أصحاب أو جماعة يليق بجلاله، لو كنا نرد عليهم كما يقولون عنا بأننا نؤمن بأن القرآن محرف، إحنا ممكن نرد عليهم بأن يعني يكفي من قرأ الفرقان لابن الخطيب يعلم بأن هناك علماء من علماء، بأن هناك البعض من علماء السنة. أبو حسين يعني خلينا في صلب الموضوع، نحن نتحدث عن مرجعية القرآن في المعرفة الدينية. إذا كان لديك سؤال في هذا الصدد تفضل به، إن لم يكن لديك أرجو أن تفسح المجال لسعد من العراق. أهلا بك سعد، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة على السبيل. تفضل. الأول ما يتعلق بالحديث الذي كثر عن مصحف فاطمة. لا علاقة. نعم. وأرجو أن سمع السيد أنه يبين. السؤال الثاني يعني عفواً سعد، يعني نقلنا فيما يتعلق بمصحف فاطمة ما ذكره الشيخ محمد الغزالي في بداية الكلام، ولا أرى ضرورة للحديث عن شيء غير موجود وليس متداول بين الشيعة أو السنة أو الدروز أو الإسماعيلية وغيرهم. هناك مصحف واحد يتداوله جميع المسلمين. السؤال الثاني تفضل.
للأسف انقطع الاتصال. عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية سيدنا. مرحبا بكم. نبارك لكم حلول شهر الله الفضيل. أهلا بكم. وعاده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسرور. سيدنا حقيقة وفقتم أنتم في موضوعكم الأصلي، ألا وهو معاوية إمام الفئة الباغية. إذ للأسف انقطع الاتصال من المصدر. أبو محمد من الجمهورية الإسلامية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا مبارك عليكم الشهر جميعا إن شاء الله، نسألكم دعاء الجميع. شكرا. سيدنا الجماعة أهل الأيام كله يتكلمون عن القرآن الكريم، يجيبون القرآن الكريم، يجيبون القرآن الكريم، يعني إذا هم عندهم القرآن الكريم وما يحتاجون إلى شيء، لماذا ليش عبد الرحمن بن عوف لما كانت الشورى الست نفرات قال الإمام علي عليه السلام تعمل بالقرآن وسنة النبي والشيخين اللي قبلك، ليش ما قلت تعمل بس بالقرآن وبالسنة النبوية إذا هم بس يدون القرآن؟ أبو محمد واضح السؤال، شكرك على الاتصال. نعم اتصال طارق من المملكة العربية السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا اتصلت قبل قليل لكن عندي سؤال في الموضوع إذا أمكن. تفضل. إذا تسمحوا لي. سيدنا بالنسبة لمرجعية القرآن الكريم، إذا كان القرآن الكريم كما تقول سيدنا الكريم هو المرجع الأساسي والأصلي للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي هو الذي أرجع لمن بعده. طيب سيدنا بعد الأئمة سلام الله عليهم، بعد الأئمة ما هي الصفات التي يجب أن يتوفر في الشخص أو المرجعية التي اللي أنا علي أن أقلدها؟ سؤال جيد. عامي أرجع جيد جدا، سؤال جيد جدا أخي العزيز، سؤال طيب. قيم وجيد. إذن صفات المرجع الذي ترجع إليه الأمة في مرحلة ما بعد في عصر غيبة الكبرى، غيبة الإمام. سؤال جدا جيد إن شاء الله. إذا أكو عندي وقت أستاذ رضائي. هذا آخر اتصال. أبو محمد من السعودية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. مرحبا بك. أهلا بك. ما مضمون عن رسول الله، قاتلوني يا علي على التنزيل ويقاتلوك يا علي على التأويل. وهل سبب رفضهم لأمير المؤمنين هو الأمر السياسي والأطماع إلى يومنا هذا؟ السلام عليكم. ويأتي هذا. شكرا لك ما تبقى من الوقت لك سمحت السيد، وأتصور أن هناك 4 دقائق. جيد جدا جيد جدا. إذن حسبنا كتاب الله. الجواب أعزائي، هذه النظرية أولا أبطلها نفس القرآن الكريم عندما قال لنا القرآن الكريم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن أثبت كل ما يصدر من هذا الفم المبارك فلا يصدر منها إلا حق وإلا وحي إلهي، هذا أولا. ثم قال لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لنا لتبين للناس ما نزل إليهم. أنتم اجمعوا بين هذه الآيات الثلاث في القرآن تصلون إلى حجية السنة. لماذا؟ لأن القرآن أولا قال للرسول لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن يحتاج إلى بيان الرسول. بعبارة أخرى مو القرآن يحتاج، لعل في تعبيري مسامحة، القرآن غني عن غيره، نحن نحتاج إلى بيان الرسول لفهم القرآن الكريم، وإلا القرآن غني عن الجميع، الجميع يحتاج إلى القرآن، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. القرآن لا يحتاج إلى أحد. نعم نحن لفهم القرآن نحتاج إلى بيان الرسول الأعظم، قال لتبين للناس. جيد، هذا الذي بين يجب علينا الالتزام به أو لا يجب؟ قال نعم، ما آتاكم الرسول فخذوه. لماذا يجب علينا أن نلتزم بكل ما آتانا به؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لابد أن نسأل يا رسول الله أنت كنت المرجعية لفهم الدين ولتفسير الدين ولبيان الدين في عصرك وفي حياتك، فمن هم المرجعية بعد حياتك يا رسول الله؟ هل تركت الأمة سدى من غير مرجعية أو لم أبو محمد أجاب عن يعني عن بتعبيره عن
الشورى عبد الرحمن بن عوف، وهذا يكشف عن انهم كانوا يرون انه للشيخين ايضا مرجعيه في فهم الجيد صفات المرجع في زمن الغيبة. احسنتم، الوقت ضيق جدا اعزائي. نحن اذا اردنا ان نفهم دور المرجعيه الدينيه التي نحترمها ونقدسها ونكرمها ونعتقد انها هي النظام الأساسي الذي وضع أساسه أئمة أهل البيت، يكون في علم الأعزاء الكرام مسألة المرجعية والنظام المرجعي هو النظام الذي أسس له أئمة أهل البيت. أنا معتقد أن النظام المرجعي من مصاديق الشجرة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سماحة السيد كمال حيدري أعتذر لنهاية الوقت. أنا شكراً. أنا أعتذر للمشاهد، إن شاء الله غدا أجيب إن شاء الله نكمل هذا الحديث الذي بدأناه هذه الليلة في الليلة القادمة والليالي التي تليها. أقول برنامج يعني جدول هذا البرنامج من السبت حتى الأربعاء مطارحات في العقيدة في مثل الساعة التي بدأنا بها حتى الليلة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد. وشكرا لكم.